طبعا اتفضل دكتور عصام معاك. يا دكتور ما بتعيش مرض مرض ده يا تمام، طب اكد على حاجه اللي فيها ايه ده ثانيه واحده معلش عندي سؤال من الاول بالراحه عشان مش مرض مرض بهجه الايه مرض ايه مرض بهجه بهجه ماشي مرض بهجه طب اكد على حاجه اللي فيها تمام، عملت عمليه ميه بيضاء في العين الشمال برضو عتامه زي ما هي وتنصحني بيها يا دكتور؟ طيب هو في المرض عامل مشكله في الشبكيه ولا مش عامل مشكله في الشبكيه؟ لا الحمد لله الشبكيه تمام الحمد لله ما فيهاش مشكله. طيب احيانا بعد حضرتك بنشكرك شكرا جزيلا. طب احنا بقى مش عشان التلفزيون دكتور حالا هيرد عليك، اتفضل دكتور. ده اسمه بيسموه بالعربي بيترجموه مرض بهجت، هو اسمه بهست فبيترجموه الى مرض بهجت. بهست حضرتك ممكن تقفل معانا؟ طب احنا مش شاشه تلفزيون، حضرتك لسه معانا نرجوك تقفل وتسمعنا افضل من شاشه التلفزيون، اتفضل يا دكتور. مرض بهست دوت بيبقى فيه التهاب قزحي وبيبقى فيه قرح في الشفايف وقرح في اماكن اخرى يعني، وده بيبقى في الرجال اكتر من السيدات، وبيبقى في الميدل ايج، ما بيجيش في سن صغير ما بيجيش في سن كبير قوي، في الميدل ايج في الثلاثينات والبتاع الكلام ده، وده بيبقى فيه التهاب قزحي. من ضمن المضاعفات بتاعته انه ممكن يحصل فيه ميه بيضه في الشخص. هو بيقول انه عمل عمليه ومش شايف كويس. خليني هجاوب بقى على السؤال بتاعه ولما اتكلم على الميه البيضاء عشان مش هنعيد ايه اللي ممكن يكون عنده يعني هجاوب في استياق الكلام على الميه البيضاء هيجي الاجابه بتاعته. تمام، خلينا احنا كنا بنتكلم يا دكتور انه موجود اكتر عند الرجال ولا النساء الميه البيضاء؟ ده البهست مش الميه البيضاء. ده المرض بهست. انما الميه البيضاء لا، الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. بتبقى موجودة أكتر في أنهي جزء في العين يعني؟ ما هقول حكي، ما هو يعني ما هقول يعني إيه بقى مية بيضة؟ إحنا قلنا لو مية زرقاء يرتفع ضغط العين. بالظبط. المية البيضة هو عتامة في عدسة العين، إحنا عشان نشوف بيبقى في أربع خطوات عشان نشوف بشكل مبسط. أول خطوة إن الضوء ينفذ إلى داخل العين، دي نمرة أول واحدة. نمرة اتنين، حضرتك وأنا باصص لك كده بيجي من عندك أنت أشعاعات بصرية رايز موجودة في اتجاهات مختلفة ومتوازية. بتيجي عند عيني انا عشان اشوف حاجة محددة لازم هذه الاشعاعات المتوازية تلتقي الى نقطة. بتنكسر الى نقطة، تنكسر وتلتقي. يبقى اول حاجة ينفذ الضوء، نمرة اتنين ينكسر الضوء. ينكسر عن طريق ايه؟ عن طريق القرنية، والقرنية هي الجزء الشفاف اللي قدام النني. وثم عدسة العين. وينكسر الى الشبكيه، والشبكيه بقى تعمل بقى الشغل الثاني ويوصل للدماغ. احنا مش بنشوف بالعين، احنا بنشوف بالمخ مش بالعين، لانه بيطلع بس مجرد العين بتعمل موجات اشارات كده بيترجمها المخ الى صوره. فاحنا مش بنشوف بالمخ بالعين، احنا بنشوف بالمخ. فاحنا ايضا عندنا احنا لازم عشان نشوف زي اي عدسه، زي اي كاميرا في عدسه، وبرده عينينا فيها هذه العدسه. العدسه دي موجوده جوه العين وخلف النني، خلف الاسود ده. خلف اللون الاسود او البني او الاخضر، اي شكل اي كان بقى لون العين يعني، هو ورا الاسود ده، دي موجود عدسه العين. المفروض عدسه العين دي تبقى شفافه. ليه شفافه؟ عشان تسمح بمرور ونفاذ الضوء بنسبه 100% في الواحد يشوف 100%. تمام. لو حصل في لص او فقدان للشفافيه دي عتامه، اذا الضوء مش هيخش بنسبه 100%. لو خش بنسبه 90% يبقى انا هشوف 90%، خش بنسبه 80% هشوف نسبه، خش بنسبه 10% هشوف 10% بس كابصار. فالعتامه بتاعت عدسه العين هي دي الميه البيضاء.